أيام قلائل تفصل لإحياء عيد الأضحى في ولاية بجاية، فالفلاحين المربين للأغنام والتجار والمواطنين خاصة يتأهبون لاستقبال هذه المناسبة المهمة. 9000 فونس ماشي كيف كيف البري البري بارابور قيمة لي ديرنيي جور العيد هذه غلاي كثار لومبوتياج السوق الشين وينايتو اثنا غلا فونس هذا نصور يدس. ولمعرفة كيفية التحضير لعيد الأضحى، كاميرا نوميديا رصدت الأجواء عند المواطنين الذين يقبلون لشراء كبش العيد في هذه الفترة، تفاديا للمضاربات في الأسعار التي قد تحدث ساعات قبل العيد. قيمة أثنا تنويثت شوية لافونس ديال مون في قيمة كالك جوري العيد نويثت بروفيتي نويثت شوية لافونس عند لي بري مازال ولينا راه واحد ضبط عام تو اسمها قيمة دو جور تروا جور غلاي مليح. وانا بروفيتي لوكازيون وغادي تورا افوا كما ولين لي بريدان تشعل زيسن سي بور سي دنوي تورا وزيسا بروفيتي ندا عني الواشو الخامي الكلي. ويبقى ايضا شراء كبش العيد في هذه الفترة عادة لبعض المواطنين الذين يفضلون ذلك لجلب السعادة والفرحة للأطفال الذين يعتزون بكسب أضحية العيد.